هون شركة موضة ما هيك؟ ايه شركة موضة، تفضلي. مرحبا، أنا زيزي. إجيت مشان الإعلان اللي نزلته. أنا ملكة جمال مهرجان دولي وعاملة عروض كتيرة وحابة أرجع للشغل إذا عندك شي، وإذا ما في عادي، بس المهم ما تدخلي بين كل كلمة والتانية كلمة إنجليزي لأنه راسي عم يجعني وما عندي وقت لضيعه بنوب. شو الحكي؟ تفضل استريحي، تفضلي. بول وجمال وأناقة، الواحد شو بده أكتر من هيك؟ كلك ذوق. والله هالجمال كله حرام يتخبى، وأنا من واجبي كمخرج فرج الناس هالجمال. والله أنت إجيتي بوقتك، لأنه كنت عم دور على البطلة اللي راح تمثل بالفيلم الجديد. شكلها أنت بطلة وفيلم؟ الفكرة حلوة بس حاسة حالي مو جاهزة لهيك شيء، لأنه بصراحة بتذكر آخر مرة مثلت فيها كنت لساتني بالصف الأول. أنت وشك وحركاتك كلها نجومية، أنا كمخرج شايف هالشي هاد. إذا حضرتك هيك شايف، أوكي. طيب فيني أعرف شو القصة وعن شو هذا الفيلم؟ عن معاناة المرأة، هاي فكرته بشكل عام. فكرة حلوة.